امس عليكم بالخير جميع. سؤالي على العزيز على قلوب جميع الاتحاديه، وانا منهم الاستاذ طارق النوفل، هو من الناس اللي توقع فوز الاتحاد على النصر، ما رايه في القمه ومن هم المرشحين لحصد بطوله لقب الدوري هذا الموسم؟ مساء الخير ابو لطيفه، حاب اسالك عن والاساتذه الموجودين بالاستديو عن افضل تشكيله للهلال في الاسويه. هو بسال الاخ طارق النوفل، ايش وضع الشباب في المباراة القادمة على الهلال؟ اقسم بالله العظيم انك محلل، احسن محلل، اقسم بالله انك كذا، انت اقسم بالله انك كذا، اقسم بالله انك كذا. يستاهل عماد السالمي. طارق نوفل، اجابات سريعة اذا تكرمت. عطني واحدة خذها. يقول لك انت فوز الاتحاد، انت توقعت، خذها اللي تبي، ابدا من اللي تبي، تارك لك المجال وعارف انت وين تبدا. ببدا من الشباب. الشباب كنت اتمناه على الاقل ان تظهر مظهر جميل، مباراه يعني فوز الشباب. المشكله هذه خمس مباريات تخرج بخمس نقاط، يعني تخسر 10 نقاط. يعني نتحدث عن منافسه، نتحدث عن عمل تنافسي او منافسه البطوله والحصول حتى على مقعد اسيوي. يظل نبتعد شيئا فشيئا، نقول نبتعد، ما زلت بضمير اني انا معهم، وانا متحسر على تلك النقاط التي ضاعت. لانه انت الان كل الفرق اللي قابلها نادي الشباب كلها فرق غير تنافسيه، وصعب جدا لما تلعب قدام الاتحاد، النصر، الهلال، الاتحاد او الاهلي او حتى التعاون، اللي انا متاكد انه سيعود الى سابق عهده من حيث القوه التنافسيه. كل شيء في الشباب يعني غير مطمئن، كل شيء في الشباب محبط. لا مدرب، لا انا اشوف حتى اللعيبه ما هم نفسهم اللعيبه الموسم الماضي. تحس انه هناك في مشكله في اللاعبين، ما ادري ايش المشكله بالضبط. اتمنى ان الاداره حلها، وهي الاداره الخبيره القادره على انهاء كل هذه المشاكل. اشوف المشكله امتدت الان، هذه خامس مباراه ونتائج هزيلة جدا. لا ننسى كذلك أنه حتى في مباراة اللي فاز فيها الشباب، المباراة الوحيدة قدام الحزم، كانت يعني فضل فواز القرن اللي تصدى لركة الجزاء، ولا كانت مباراة تعادل والشباب مطرود منه. أذهب إلى الاتحاد فنيا ونفسيا قادر على أنه يروح بعيد. وأنا كنت أختلف مع عبدالله مسند أنه الاتحاد أنه كان قريب من الهبوط في المواسم الماضية. الموسم اللي فات ما اعتقد انه كان قريب من الهبوط، بالعكس كان هو قريب من انه يحقق الدوري. لو في اخر مباراتين او ثلاثه كان حقق الفوز فيها كان هو بطل الدوري تحديدا. لكن هذا الموسم مع الملاءة الماليه الاتحاديه، مع الدعم الاتحادي من الاداره، اتكلم على احمد كعكي رقم واحد، رقم اثنين هو انمار الحالي، الالتفافه الاداريه من حمد بلوي واللاعبين، الاتحاد لا تستهين فيه ابدا. الاتحاد قد يحقق الدوري، ما أقول لك قد من باب أنه ممكن، لا، نسبة كبيرة جدا قد يحقق الدوري. أنا أرجع أقول لك، هم الثلاثة الأوائل، الاتحاد، الهلال، النصر هذا الموسم، ومن بعده ضع ما شئت.